عندي جوج اليتامى في عنديهم وانا ما خدامهشي وانا ما خدامهشي عندي خي واحد خدام قباص في عيمشي هاد الناس هادو في عيمشيو احنا لا فطرنا ما نتغداو الا تغدينا ما نتعشاو ما عندناش ما عندناش ما عندناش باش نكريو ما عندناش حنا الناس تراوش بزاف حنا الشهاده اللي كتشوف هاد الباتيو كامل وحده مرا خدامه على الدار كامله اولا راجل واحد شنو ديك راجل واحد اما خدام بالناي اما الخدمه عنده قليله ولادنا ما خدامينش كلشي جالس ما عنده فين يخدمه اذا هاد الناس هادو غيقضوا على الكره ما يقضوش على الكره كنخلص الكره هذه شلينين وانا كنخلص الكره فواحد شي ايامات سردوا لنا واحد برا جابوا لنا واحد برا قال لك لالا اخوي حتى نعدلوا لكم نصلحوا لكم وديك الساعه رجعوا تسكنوا ديك الساعه ما جاوا صلحوا لنا ما رجعوا لعندنا ما جاوا يشبروا الكره هاد برا ها هي ها هاد برا هاد برا اللي سردوا لنا ها هي وما سردوها لنا قال لك اسيدي تخويهم نصلحوا لكم ورجعوا تسكنوا ها هادي ديالها باش جات ها ها الغشا ديالها ها شوف ها باش جات ها ما كان ابن عن جد كانوا كيخلصوا الكره ديالهم كانوا كيخلصوا السومه الكرائيه ديالهم يعني المسائل ديالهم كانت مضبوطه فاذا بنا كنتفاجئوا بقرار ديال الشركه باننا احتلينا الارض ديالها واللي هي مجرد ارض عاريه وانتم كما كتشوفوا هذه ماشي ارض عاريه هذه ارض مبنيه وبني ديالها بني قديم جدا يعني حنا كنستنكروا هذه الطريقه هذه حنا تعرضنا للنصب والاحتيال هذا بمعنى الكلمه هذا طرق جديده واسلوب جديد ديال النصب والاحتيال هو كان في الايام ديال الاستعمار جدودنا كيعاودوا لنا ايام ديال الاستعمار كانوا مجالزه هنايا وعاملين فيهم البهايم ديالهم الخيل كيعملوهم هنايا هاد البويتات اللي كتشوفي كيعملوا فيهم الخيل ملي صبرنا حنا الاستقلال صبرنا الاستقلال المجالزه مشاو بحالهم واحد السيده اللي كانت مكلفه راه عندنا التصاور ديالها الانجليزيه مشلوله بالكروسه هذيك وهبتها هاد الناس واحد السيد هنا كانوا كيقولوا له يوما كان كيجي مسكين كيعس وكيشطاب وكذا هذاك كيعطي لهم واحد الورقه ديال زعما باللي كيتخلص بجوج دراهم فهمتيني في الاخر ولات خمسه دراهم 10 دراهم وفين التصوير هذاك الانجليزه والناس باتيو هاي ها السيده اللي وهبت لنا وهادو الناس وهاد الناس هادو تشوفوا كانوا هنايا هنايا مع خدامين حنا لا ما كنكذبوش وحنا خلقنا هنايا وتربينا هنايا باش يجي هو يشردنا حنايا ولادنا والعائلات عندنا الناس هنايا معوقين عندنا الناس مراطين علاش يشردونا خرجونا شوف لنا انت اش عملت كبرت نعد سيب راجل جالس ولا انا جالسين ما عندنا نمشيو ها في حبيبه ديالي ما عندنا نمشيو حنا ولا انا كلشي جالس واحد عندي متكلل عندي حمق شويه اه ما خرجش دابا خرجتو قال عندي ما حبي اين ضايعين ولا انا كلشي جالس حبيبه ديالي با ميت عندي ماما ودابا يدا سيبونا فين نمشيو ما عندنا فين نمشيو دابا حنا كنعسو هنايا في الارض دابا معنا فين نمشيو اذا جراو علينا دابا حنا هنا وداخل وكيقولوا لنا حنا مستعمرين Thank you.
كنطلبوا دابا من المسؤولين الله يرحم الوالدين الله يرحم الوالدين ينظروا في هذا الشيء هذا ويشوفوا لنا شي حل. راه حنايا الا سيبونا نمشيو للشارع، والله ما عندي فين نمشي، راه نمشي للشارع نفرش عاود ننعس. مشكل عيبقى هو هو، وحل واحد اللي عندهم هو يعملوا معنا شي حل. هاد الناس هادو هما باغيين الارض باش يترفهوا بها ويزيدوا الاملاك، حنا باغيين نعيشوا، هما عندهم وخصهم يزيدوا وحنايا خصهم يسطموا علينا تحت الارض. وعاش الملك.